يموت ما يقرب من 7 ملايين شخص حول العالم من جراء الإصابة بالأزمة القلبية والجلطات، وبذلك يعتبر أكثر الأمراض المميتة في العالم. لذا دعونا نتساءل، ما الذي يسبب الأزمة القلبية؟ يحتاج القلب إلى الأكسجين مثل كل العضلات، ولكنه خلال الأزمة القلبية لا يمكنه الحصول على ما يكفي من هذا الأكسجين، حيث تترسب الدهون على جدران الشرايين التاجية التي تنقل الدم المؤكسج إلى القلب. تنمو تلك الرواسب الدهنية وتزداد مع تقدم العمر حتى تصبح غزيرة وصلبة، ثم تتحول بعد ذلك إلى كتل جامدة تعمل على سد تلك الشرايين. إذا تمزقت أو تشققت واحدة من تلك الرواسب الدهنية فإنها تستطيع تشكيل تخثر أو تجلط دموي حولها في دقائق معدودة، ومن ثم يصبح الشريان مغلق ومسدود بشكل كامل. يتوقف تدفق الدم إلى العضلة القلبية، ومن ثم تموت الخلايا التي تنتظر الأكسجين خلال دقائق معدودة، وهذا هو ما يسمى بالنوبة أو الأزمة القلبية. يمكن أن تتدهور الأمور بسرعة مذهلة في غياب العلاج، حيث تفقد العضلات قدرتها على ضخ الدم، ومن ثم يحدث خلل في التوازن والتناغم بين العضلات مما قد يسبب الموت المفاجئ. هناك تساؤل آخر نود الإجابة عنه في هذا الفيديو، وهو كيف نعرف أن شخصا ما يعاني من نوبة قلبية؟ ألم الصدر هو أكثر الأعراض شيوعا، ويحدث نتيجة حرمان عضلة القلب من الأكسجين. ينتشر هذا الألم في جميع أنحاء الصدر، ثم ينتقل إلى اليد اليسرى والفك والظهر والبطن. لا تحدث تلك الأعراض بشكل سريع ومفاجئ كما تصورها السينما، ولكن الأمر يبدأ بالغثيان وصعوبة في التنفس، وخصوصا لدى النساء أو كبار السن. فالتعب والضعف ومرض السكر يؤثر الأمر على الأعصاب التي تنقل الدم. إذا ما تشككتم في إصابة شخص ما بنوبة قلبية فعليكم الاتصال بالإسعاف إذا ما كان يمكنكم ذلك. عليكم إعطائه الإسبرين المضاد للجلطات والنيتروغليسرين الذي يعمل على فتح الشرايين وتوسيعه.